حضرتك كنت قلت وانت بتشرح الحتة دي انها ان هي كانت اتوحدت تمام قبل كده بس في اتفرقت تاني. حاكم، تمام في يا مستر حاكم من حكام الدلتا. طبعا مصر يا ولاد كانت مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. حاكم من حكام الدلتا حضر الجيش بتاعه، وبالفعل يا مستر قدر يسيطر على منطقة الايه الجنوب. كمان عمل عاصمة جديدة لمصر، العاصمة الجديدة اسمها اون، اون اللي هي ايه، اون اللي هي هليوبوليس. طب يا مستر كده مصر الحمد لله اصبحت وحدة واحدة، قطعة واحدة، مسيطر يا مستر الملك على المنطقتين دول. هل هتظل مصر قطعة واحدة؟ قال لك لا. سرعان يا مستر ما دب الخلاف بين المملكتين، المملكتين رجعوا يختلفوا مع بعض تاني، وتحصل حروب ما بينهم تاني، وتنفصل مرة أخرى لمملكة الشمال ومملكة الجنوب. اللي مذاكر الدرس الأولاني في الوحدة التانية هيقول لي استنى يا مستر، مش انت يا مستر قلت لي ان الملوك اللي جم بعد نعمر علشان يحافظوا على الوحدة مش كانوا بيهتموا بالمصاهرات والأعياد الدينية سواء اللي في الشمال أو في الجنوب؟ أو الدرس اللي هو بتاع ملامح، دي كانت غلطة يا مستر حاكم الدلتا. حاكم الدلتا ده جاي من الشمال، كان كل اهتمامه بمنطقة الشمال، الأعياد الدينية بتاعت الشمال، الألقاب بتاعت الشمال، وكان مهمل جدا جدا لمنطقة الإيه؟ الجنوب. طبعا يا يارا يا حبيبة يا محمد، منطقة الجنوب بتحس بالتفرقة، هو بيعاملهم ليه أحسن مننا؟ إحنا كلنا شعب واحد، إحنا كلنا دولة واحدة. فمستر سكان الجنوب او اللي ماسكين اقاليم الجنوب بدأوا ان هم يعملوا حركات انفصالية وينفصلوا عن مصر مرة ايه مرة تانية، لغاية يا مستر ما مصر انفصلت الى مملكتين متصارعتين مرة اخرى. اذا ان اول مرة مصر اتوحدت فيها فشلت هذه الوحدة، فشلت بسبب الاطماع الشخصية. ويموت يا مستر حوالي كده 1000 سنة لغايه ما جيلي سنه 3200 ميلاديا. 3200 الوحده الثانيه، او زي ما بنسميها الوحده التاريخيه. يعني ايه الوحده التاريخيه؟ خلاص يا مستر لا يوجد مملكه للشمال ولا مملكه للجنوب، انها كمت، انها الارض السوداء، انها مصر. ملك من ملوك الجنوب من منطقه طيبه يدعى نعمر، اسمه نعمر، حضر الجيش بتاع الجنوب وقدر ان هو يهاجم الشمال ويسيطر على منطقة الشمال. نعرمر هنا يا مستر قال لك لا، لابد من توحيد البلاد، لازم أوحد منطقة الجنوب مع منطقة الإيه؟ الشمال. وبالفعل يا مستر نعرمر بعد المعارك اللي دخلها مع الشمال ومع انتصاره على الشمال قدر يوحد البلاد. طبعا عارفين إن هو عمل مدينة جديدة لمصر اللي هي اسمها إيه؟ منفر، اللي هي منف، واتخذ عاصمة جديدة للإيه؟ للبلاد. إذن إن مصر في الوحدة بتاعتها مرت بمرحلتين، وحدة أولى 4242، ولكنها كانت وحدة فاشلة. فاشلة ليه؟ لأن سرعان يا مستر مصر انقسمت ورجعت مملكتين، لكن الوحدة التاريخية الوحدة الدائمة هي كانت وحدة الملك مين؟ نعمر، اللي قدر يحافظ على إيه؟ على البلاد. سهلة الحتة دي ولا صعبة؟ لا تمام. يارا محمد حبيبة تمام. تمام، انت حبيبة لسه داخلة. تمام، ايه انت هتصيح عليا؟ قول انا لسه داخل. ماشي، هل يا مستر هناك عوامل هتساعد على وحدة المصريين؟ في بعض العوامل ساعدت على تحقيق الوحدة، زي مين؟ زي نهر النيل. نهر النيل ده يا مستر بيربط كل القرى، كل المدن، كل الاقاليم. نهر النيل يعتبر مستر هو المواصلات بتاعت مصر، عايز تروح اي مكان تيجي على اي مكان اركب سفينه في نهر الايه النيل. كمان يا مستر انبساط الوادي، طبعا الوادي بتاع مصر اللي هو وادي النيل ممتد من الجنوب للشمال عشان يسهل على المصريين ان هم يختلطوا بصوره مستمره بين الجنوب والشمال. النقطه الثالثه هي خيرات مصر وخصوبه ارضها. لو انت يا مستر بتتكلم على الدوله المصريه فبسم الله ما شاء الله مصر كانت من اغنى البلاد في الفتره دي. وطبعا لما تبقى غني بيكون فيك الطمع، يحصل عليك طمع يا يارا كده، وطبعا لو حصل فيك الطمع هتتعرض للايه؟ للهجمات والغزوات.
فكان يا مستر المصريين لازم يتحدوا علشان يحموا أرضهم وخيرات إيه؟ أرضهم. يبقى أنا تاني عندي 3 أسباب دفعت المصريين للوحدة أو ساعدت إن المصريين يتحدوا، هو نهر النيل، هو انبساط الوادي، وهي خيرات مصر. وكده يكون خلص الجزء الأولاني في الدرس ده. خلي بالك ده جزء مهم، اللي هو جزء الوحدة السياسية، يعني إمتى يا مستر مصر اتوحدت؟ إمتى مصر أصبحت دولة واحدة؟ مصر كان عندها محاولتين، المحاولة الأولى بتاعت حاكم الدلتا ولكنها فشلت 4242، والمحاولة بتاعت التانية بتاعت الملك نعرمر، والمحاولة دي إيه؟ ناجحة. كلنا في السعودية؟ ولا في حد في دولة تانية؟ مين بيحكم السعودية الآن؟ محمد بن سلمان. محمد بن سلمان هو اللي بيحكم السعودية، ولكن الملك بتاع السعودية اسمه ايه؟ يسر يارا حبيبة مستر، مش اللي بيحكم السعودية دلوقتي محمد بن سلمان هو الملك؟ ايه يسر يارا، محمد بن سلمان الملك؟ لا ايوه تقريبا بابا. الله ينور عليك، سلام يسر، عندما تتحدث تطرب الأذن، صح؟ قالت لكم يا جدعان ده باباه سلمان، سلمان هو ملك السعودية، ومحمد بن سلمان ده ولي العهد، يعني لما بابا يتوفى هو اللي يمسك الحكم، صح؟ آه، النظام ده إحنا بنطلق عليه اسم النظام الملكي، النظام الملكي إن مصر إن الدولة يكون عندها ملك، الملك لما يموت يجي ابنه، يموت يجي ابنه، يموت يجي ابنه. طب سيبك من النظام ده، تعال على دولة تانية زي مصر. مصر بيحكمها رئيس اسمه رئيس عبد الفتاح السيسي. في حالة إن عبد الفتاح السيسي ده مات، مين اللي يمسك الحكم بعده؟ على حسب الانتخابات أو ولي العهد يعني على إيه حسب بالظبط؟ اللي، لا ولي عهد، لا 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 لا، لو انت قلت ولي عهد يا محمد يبقى النظام في مصر ملكي، ولكن النظام في مصر جمهوري، قلت على حسب الانتخابات. يا مستر لو رئيس الجمهورية توفاه الله في أي وقت، الحكومة بتعمل انتخابات يشوفوا مين عايز يترشح لمنصب الرئاسة، والانتخابات دي حد بيكسب إيه؟ بيكسب فيها. إذا النظام في السعودية قلت لك نظام ملكي، النظام في مصر نظام جمهوري. عندنا يا مستر دولة زي عمان، النظام فيها نظام سلطاني، بيكون عندهم مين؟ سلطان. النظام في مصر كان ماشي ازاي؟ النظام في مصر كان ملكي، يعني ايه؟ يعني دايما يا مستر مصر كان عندها ملك، ملك بيدير شؤون البلاد، بيدير كل الأمور في الدولة. بيجي مستر تحتيه مين؟ الوزير. الوزير يجي يساعد الملك في إدارة شؤون البلاد. ولكن هل على الملك والوزير إن هم يقدروا يديروا كل شؤون الدولة؟ هل الملك والوزير يقدروا يسيطروا على كل حاجة؟ طبعا لا، يبدأ الوزير يستعين بحاجة اسمها الإدارات المركزية اللي هي الوزارات، زي وزارة الخزانة، وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة الصناعة، كل هذه إدارات مركزية من أجل إنها بتساعد الوزير والملك في إدارة البلاد. طب الإدارة المركزية والوزير والملك يقدروا يبسطوا سيطرتهم على البلاد كلها أو المناطق كلها؟ لا يا مستر، يستعينوا بحاجة اسمها الإدارات المحلية، سواء انت قاعد في الرياض أو قاعد في جدة أو الطائف أو الدمام. كل هذه محافظات في السعودية، صح؟ مش كل محافظة من المحافظات دي ليها حاكم أو ليها محافظ. صح؟ زي ما احنا عندنا في مصر، مش عندنا محافظ القاهرة، محافظ اسكندرية، محافظ الجيزة؟ نفس الكلام ده يا مستر موجود فين؟ موجود في مصر زمان، الأقاليم. مصر كان فيها 42 إقليم، هل الملك والوزير يقدروا يبسطوا سيطرتهم على ال 42 إقليم دول؟ يشوفوا أحوالهم؟ يرعى مصالحهم؟ طبعا كلام صعب، بل يكاد أن يكون مستحيلا. يجي الملك يا مستر يختار لكل إقليم حاكم اسمه حاكم الإقليم،
حكام الاقاليم دي يا مستر بنسميها الاداره المحليه اللي بيحكموا الايه المحليات. اي دوله لازم يكون عندها جيش من اجل ان هو يدافع عنها، اي دوله لازم يكون عندها اسطول علشان يبدا يصد الهجمات البحريه او يعمل رحلات تجاريه، اي دوله لازم يكون عندها شرطه علشان تحفظ الامن والنظام في ارضها، اي دوله لازم يكون عندها قضاء علشان يكون في عدل في ارضها. لو انت بتتكلم الكلام ده مستر في اي دوله في العالم، فاحب ابشرك هذا اول نظام وضعته مصر. المصريين القدماء حطوا هذا النظام، وبهذا النظام تستقر الامور ونستطيع بناء دولتنا وبناء ايه حضارتنا. كده احنا عرفنا النظام السياسي في مصر بيتكون من ايه، ملك، وزير، ادارات مركزيه، ادارات محليه، جيش، اسطول، شرطه، قضاء. يجب ان تتوافر كافه العناصر دي علشان تكون الدوله بتاعتك دوله ايه قويه. معايا؟ أو تمام. أيوة تمام. حبيبة يارا، يارا ما سمعتش صوتك من الصبح يا يارا، تمام. طمنينا عليك. طيب تمام أيوة ماشي. تمام. تعالى مستر نتوجه إلى الملك أو الفرعون، ولكن قبل أن نتحدث عنه يجب أن نرى كيف كان يعامله المصريين. المصريين يا مستر لما كانوا يبصوا على الملك والفرعون كانوا بيدوله نظرة مقدسة. يعني إيه نظرة مقدسة؟ هو مش إنسان عادي، ده هو يكاد يكون الإله على الأرض، هو الإله على الأرض أو ابن الإله. طبعا يا مستر الإله في إيده كل حاجة، صح؟ ربنا في إيده كل حاجة. إذن إن الملك هيكون في إيده كل حاجة، الملك هيكون في إيده كل السلطات، السلطة الدينية، السلطة الدنيوية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، سلطة قضائية، كل السلطات يا مستر هتكون في يد الإيه؟ الملك. والمصريين لما يجوا يبصوا على الملك بيبصوا له نظرة مقدسة، نظرة مقدسة، هو الحاكم بتاعنا، هو الإله بتاعنا، له السمع، له الطاعة، أي كلمة يقولها إحنا إيه؟ ننفذها. طب سؤال كده جميل، النظرة دي سقطت في أنهي فترة؟ النظرة المقدسة، النظرة إن الملك بالنسبة لنا إله، هذه النظرية سقطت إمتى؟ حبيبة محمد، يارا، يسر، امتى النظرية المقدسة دي سقطت؟ يعني المصريين ما بقوش يبصوا للملك على ان هو اله، وبيبصوا ان هو شخص عادي زيه زيهم. في العصور الضعيفة يعني ولا؟ هل ينفع يا يسر لو الملك بتاعك انت بتنظروا له نظرة إلهية، ينفع تعملي ثورة على الإله بتاعك؟ لا لا. ولكن يا مستر الكلام ده حصل في عهد بيبي الأول. مش بيبي الأول ده يا مستر في عهده قامت أول ثورة اجتماعية في مصر. يعني الشعب المصري كان رافض بيبي الأول، رافض هذا الملك، يعني رافض الإله بتاعه، صح؟ أو آه. إذا هذه النظرية، خلي بالكم، هذه النظرية المقدسة سقطت في عصر الدولة القديمة أو آخر عصر الدولة الإيه؟ القديمة. طبعا يا مستر مهمام الملك، الملك عنده مهمات كتيرة. بيدير الدولة داخليا، هو اللي بيعين الوزراء، هو اللي بيعين الموظفين، هو اللي بيتفقد المشروعات، كل الحاجات دي يا مستر من مهمات الملك. سياسة خارجية، هو اللي يعلن الحرب، أي حرب لازم الملك هو اللي يعلن عنها، هو اللي يقود الجيوش، هو اللي يعمل المعاهدات، كل الحاجات دي من مهمات الملك. هو اللي له الحق في إصدار المراسيم والقوانين، أي قانون بيطلع في الدولة لازم الملك هو اللي يكون ايه مطلعه. وتصلوا على النبي معايا كده، السلطات في اي دولة كام واحدة؟ حد يعرف كام سلطة في اي دولة؟ يعني ايه كم سلطة اللي هو وزير مثلا ورئيس؟ اي دولة، اي دولة عندها 3 سلطات، اي دولة عندها كام سلطة؟
ثلاثة. ثلاثة: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. صلوا على النبي معايا كده. عليه الصلاة والسلام. لو جينا يا مستر نتكلم على مصر، لو جينا اتكلمنا على مصر، مش بيحكمها رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي، صح؟ مش ده رئيس الجمهورية؟ حد يعرف أيوة، عبد الفتاح السيسي ده معاه سلطة ايه؟ سلطة تنفيذية. السلطة ثلاثة، في ثلاث أنواع من السلطة: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. تتوقع كده يا مستر عبد الفتاح السيسي والحكومة بتاعته معاهم سلطة ايه؟ تنفيذية. تنفيذية. عارف يعني ايه تنفيذية؟ يعني يا مستر كل مهمتهم ان هم ينفذوا القوانين، تنفيذية ان هم ينفذوا الايه؟ القوانين. طب سؤال بس يا مستر، مين اللي بيطلع القوانين؟ مين اللي له الحق في إصدار القوانين؟ مجلس اسمه مجلس الشعب، مجلس اسمه مجلس الايه؟ الشعب. مجلس الشعب ده يا مستر هو الذي يمتلك السلطة التشريعية. مجلس الشعب ده يا مستر بيمتلك سلطة اسمها السلطة الايه؟ التشريعية. هو اللي من حقه يشرع القوانين بتاعت الدولة. طب يا مستر بالنسبة للعدل والمساواة والقضاء اللي هي السلطة القضائية، السلطة القضائية دي يا مستر بيكون في يد المحاكم. المحاكم والقضاء هما اللي بيكون معاهم سلطة ايه؟ قضائية. دول الثلاث سلطات في أي دولة في العالم: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. لو أنت يا مستر اتكلمت يعني على دولة زي السعودية، الثلاث سلطات دول في يد مين؟ محمد بن سلمان اللي هو الملك، هو اللي معاه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. لكن يا مستر لو أنت جيت على مصر دلوقتي، لا، في حاجة اسمها الفصل بين السلطات. يعني في فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. مين فيكم يقول لي أقوى سلطة فيهم إيه؟ أقوى سلطة في الثلاثة دول إيه؟ قضائية. حبيبة محمد، يارا، يسرى، أقوى سلطة في الثلاثة دول إيه؟ ما هي إما أنت السلطة سامعني القضائية طيب؟ يا إما السلطة بتاعت سامعني؟ الرئيس. أنت سامعنا يا مستر؟ أنا ولا سامع أي كلمة منك. تتوقع كده ايه اقوى سلطه في الثلاثه دول؟ طبعا يا مستر اقوى سلطه في الثلاثه دول هتكون السلطه التشريعيه. اقوى سلطه في الثلاثه دي هي السلطه الايه؟ التشريعيه، اللي هو مجلس الشعب. لو انت يا مستر بتتكلم على القوه في السلطات، هو السلطه التشريعيه اللي هم بيشرعوا الايه؟ القوانين بتاعه الدوله، اللي هو مجلس الشعب. لأن باختصار شديد إن مجلس الشعب ده يا مستر بيقدر يشيل أي وزير مش عاجبه، بل يقدر يشيل رئيس الجمهورية. يعني مجلس الشعب في مصر لو مش عاجبه رئيس الجمهورية يقدر إيه؟ يقدر يشيله. ده أقوى سلطة في الثلاث سلطات دول اللي هي السلطة التشريعية. هل كان الملك في مصر زمان، الملك في مصر زمان كان بيوافق إن هو يكون في فصل بين السلطات؟ لا يا مستر، الملك كان بيجمع كل السلطات في ايده، كل حاجة، هو المسؤول عن كل حاجة. معايا؟ أو تمام. سامعني كويس ولا الصوت رايح ولا ايه؟ لا تمام. تاني منصب يا مستر ظهر في مصر هو منصب الايه؟ منصب الوزير. منصب الوزير لما ظهر في عصر الدولة القديمة.
طبعا عصر الدولة القديمة هو من الأسرة 3 للأسرة رقم 6. عصر الدولة القديمة اللي احنا بنسميه عصر بناة الإيه؟ الأهرام. في مستر الفترة دي بدأ الملك إن هو يحتاج وزير ليه، طبعا مسؤوليات الدولة بتكتر، المهام عليه بتكتر، محتاج حد يساعده، محتاج حد يعاونه. يعني بس نقطة بسيطة كده، لو جه قال لك في اختيارات ظهر منصب الوزير في عهد الملك نعرمر، قول له لا، الملك نعرمر وخلفائه ده العصر العتيق اللي هي الأسرة رقم 1 والأسرة رقم 2. الأسرة رقم 1 والأسرة رقم 2 ما كانش فيهم وزراء. الأسرة رقم 1 والأسرة رقم 2 ما كانش فيهم وزراء. أمال إمتى ظهر منصب الوزير؟ في الأسرة رقم 3 اللي هو عصر الدولة الإيه؟ القديمة. طب الوزير يا مستر كان بيتم اختياره إزاي؟ الملك لما يحب يختار وزير كان بيختار حد من أقاربه، أولاده، ليه؟ أهل ثقة، هو يثق فيهم فبيأتمنهم على هذا المنصب. ولكن يا مستر مع مرور الزمن افرض أنا ابني فاشل، ما فيش حد في عيلتي كفاءة إن هي تساعدني في إدارة الدولة، يبدأ الملك يدور على حد ذات كفاءة، ذات رجاحة عقل، ذات حسن تصرف، يقدر يدير معاه الدولة. فكان في الأول يا مستر كان في الأول منصب الوزير محصور في أسرة الملك، أسرة الملك بس هم اللي كانوا يقدروا يوصلوا لهذا الإيه؟ المنصب. ولكن بعد كده أصبح اللي بيشغلوه هم أصحاب الكفاءة والإيه؟ والعقل. كمان يا مستر في عصر الدولة الحديثة ظهر منصب الوزيرين. عصر الدولة الحديثة اللي الأسرة كام؟ 18 للأسرة رقم 20. من الأسرة 18 للأسرة رقم كام؟ 20. منصب الإيه؟ الوزيرين. يعني مصر ما كان فيها إيه؟ وزيبة، وزير في الوجه البحري، في من بيدير الوجه البحري وبيدير مصر الإيه؟ الوسطى. سامعني؟ اه تمام. صوت واضح؟ طيب ايه هي يا مستر مهمام الوزير؟ الوزير ده بيعمل ايه؟ اشهر الوزراء. طيب يتكلم لك على اشهر الوزراء اللي ظهروا في مصر في عصر الدوله القديمه. اشهر وزير فيهم كان ايمو حطب. طبعا لو حد بيذاكر منهج اولى اعدادي يقول لي صح، ايمو حطب ده كان الوزير بتاع زوسر، الملك زوسر اللي عمل الهرم المدرج. ايمو حطب ده يعتبر اشهر وزير كان في عصر الدوله القديمه. رخم رع ده من أشهر الوزراء في عصر الدولة الحديثة. ورخم رع ده كان الوزير بتاع مين؟ تحتمس الثالث. عارفين انتوا تحتمس الثالث؟ هو كان الوزير بتاعه. ايه هي المهمات بتاعة الوزير؟ الوزير ده يا مستر بيعمل ايه؟ الوزير يا مستر هو بيترأس الإدارة المركزية، هو بيكون الرئيس بتاعهم. طبعا الإدارة المركزية اللي هي الوزارات اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هم المستشارين بتوع الملك، اللي هم كاتم واسرار الملك، اللي هم الوزارات الدواوين. مين اللي بيترأس الكلام ده كله؟ الوزير. الوزير كان بيترأسه. الوزير يا مستر كان برضه بيترأس المحاكم العليا، وكان يعد كبير القضاء، يعني برضه هو كان قاضي، كان معاه السلطة القضائية. غير كده يا مستر هو بيبدأ يساعد الفرعون في إدارة الدولة، أبدأ ساعد الملك في إدارة شؤون الدولة. اسمع بقى الحتة دي يا مستر كويس جدا جدا جدا. ممكن الوزير يطلع بعض القوانين. ازاي؟ انت مش لسه قايل لي يا مستر ان الملك هو اللي بيطلع القوانين؟ قلت لك اه. الوزير يقدر يطلع بعض القوانين بس بعد تفويض من الملك، بعد ما الملك يسمح ليه ان هو يطلع قوانين. لو واحد فيكم بيفكر لمدة دقيقة هيقول لي ان الوزير معاه سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تشريعية. اذا ان الوزير بيكون زي الملك بالظبط. الوزير زي الملك بالظبط في الايه؟ في السلطات. طب حد يعرف ايه الفرق؟ حد يعرف ايه الفرق؟ طب انت بتقول لي بيسن بعض القوانين والملك بيطلع قوانين. سلطة تشريعية وسلطة تشريعية. كبير القضاء سلطة قضائية والملك معاه سلطة قضائية.
والملك معاه سلطه تنفيذيه، طب هو بيساعد الملك في اداره البلاد، اذا معاه سلطه تنفيذيه. يعني كل السلطات اللي مع الملك هي هي السلطات اللي مع الوزير. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هل ينفع وزير يبقى ملك؟ يارا حبيبة.